ادي كرة عرضية خطرة عرضية، والهدف الثالث، الهدف الثالث في مباراة اليوم مشاهدينا الاعزاء، الهدف الثالث في احداث هذا اللقاء، الهاتريك بقى في مباراة اليوم لإسلام في احداث المباراة. يعني ايه الحلاوة دي؟ ايه الحلاوة دي؟ ده النهاردة يومك يا ابني. وادي بقى الكرة الرأسية الحلوة الحلوة الحلوة، شوف بقى شوف بقى اللمسة يا ولد يا ولد يا ولد، وما قدرش يعمل لها حاجة سيف الدين منتصر في اللقطة الماضية، وإسلام عبد الله، يا إسلام يا عبد الله، يا إسلام يا عبد الله. وادي الكابتن وليد سليمان بيقول له بقى بالعقل، والراجل لعبها بالجبهة بشكل جيد جدا. إسلام عبد الله، اسلام عبد الله، النهارده يومه، النهارده يومه، يوم جميل ويوم حلو لهذا اللاعب اللي امام حضراتكم المتالق في مباراه اليوم، اللي قدر ان هو يسجل ثلاث اهداف هاتريك في احداث هذا اللقاء مشاهدينا الاعزاء. يعني اللاعب علي نادر كان سجل هاتريك في مباراه فيوتشر، وادي بقى اسلام عبد الله بيعيد يعني مره ثانيه ان هو بقى بيسجل هاتريك، يعني بيقدر ان هو يسجل هاتريك